On va continuer à parler de death, de hard rock, de metal. Juste man, برك عنا ضيف واحد آخر راح يلتحق بينا في الوقت هذا. عنده حاجات يقولهم لنا. اللي هو الفنان المسرحي من روك بن عمارة. تحت صفقاتكم فضلكم. مرحبا بك. مرحبا بك شيخ. مرحبا بك. علاش علاش متي يا برخت؟ ما تبرخت ولا ما سمعتش؟ ضربت يدي فوق طبرة وقلت له ما تموتش يا برخت. بصح ما تبرخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك؟ صافا. انا وضعني سرير. مروك بن عمارة انت فنان مسرحي. او مون ديو. الحمد لله. ودير في المسرح وتكتب المسرحيات تاعك. وشنو هما المسرحيات كاع اللي اسمح لي نعرف نفسي. انا سقساوني الناس قالوا لي شكون انت؟ قالوا لي شكون باباك؟ قلت لهم باب المسرح. قالوا لي شكون تحب؟ قلت لهم المسرح. قالوا لي شكون يماك؟ قلت لهم ما تجبدوليش على يما. فنان نعيش فوق الخشبة. خشبة ماشي صحيحة. خشبة ماشي صحيحة. ما تبناتش على الصح. وجدي جدي قال لي اشرب الحليب مليح للنمو. وانا قعدت قصير نبكي. انا قعدت قصير نبكي. علاش ما ننموش؟ أنا كتبت المسرح نسيت الأسماوات. كتبت مسرح الكبار. مسرحية مثلا اللي تعرفها سيدة تونس. مسرحية أيام البرقوق. والمسرحية المعروفة التي لعبت في القاهرة. مسرحية حب وزنجبيل. ثاني عالم الطفولة. كتبت للأطفال. الأطفال البراءة الإشمئزاز. إنهم براءة الأطفال. كتبت لي الفن المسرحي. مسرحية الطفل والبلوط. نعم. والمسرحية التي نالت إعجاب البراءة اللي هي مسرحية السنجاب والكرموز. خدمت كمخرج مسرحي ثاني. أنا إنسان معارض كما يعرفني سي حسان. أنا أعارض وأنا إنسان جسوزان روبيل. أنا كونتر السيستام. كتبت مسرحية سياسية سميتها سنوات الهستيريا في زمن الجراد. اسمعيني من تحت. فك بلي واحد ما يعرفك. أون ترانس. واحد ما يعرفني. كيفاش اللي يعرفك؟ ما يعرفوكش. واحد ما يعرفني. واحد ما جاي يشوفني في قاعة الأولمبيا تاع جيبوتي. واحد ما جاش يشوفني في الزينيت تاع الخرطوم مع تونس. حشموش. واحد ما يعرفني لأن الفنان المسرحي ما يعرفوش. أنا نحب الظل ما نحبش الأضواء لأنه عندي لاليرجي تاع الضوء. أنا ندير لاكريم سولير كي نخرج. أنا نحب الظلمة. نحب ريحة الكاشير والعفن. أنا تحب التمرميد واللوبيا. خلي جدي وين راك رايح؟ قلت له نروح ناكل البخسيس. قال لي ما كانش البخسيس. كاتاستروف. سؤال واحد. مسرحية قاعد هكذا تدور في المسرح. علاش ما تخدمش السينما ما تخدمش التلفزيون؟ السينما السينما هو خرطي. واش كاين في السينما؟ كاميرات. انا ما نحبش البلاستيك. انا نحب لاسين. نحب ريحه العرق تاع الببليك. نحب ريحه النفس تاع الببليك اللي ما يغسلش سنانو. نحب ريحه الكاوكاو كي يتفردونا ويديروا بالبوشيطات هكذا. انا نحب المسرح. انا نحب نلعب في الصالات الفارغين وين كاين غير العساس وواحد يجي يقول لي قيو قيو قيو. انا نعيش بالقيو. فهمت من كلامك بلي عندك مشاريع مستقبليه. نعم حياتي مشاريع
ولا حياة بدون مشاريع، ولا زمن بلا أمة، ولا أمة بدون كرافطة، ولا كرسي بدون ميكرو، ولا زمن إلا زمن الغاشي. عندي مشاريع في الفن المسرحي التقشفي الجديد. على بالكم باللي نقصونا 30% من البيجي تاع ثقافة، كتبت مسرحية متقشفة ما فيهاش نص، لأنه لازم نخلص المؤلف. ما فيهاش ديكور، ما فيهاش ممثلين، نلعبها وحدي. أما الموسيقى إن شاء الله نديرها بفمي. نعطيكم مقتبس من هذا المسرحية واسمها سكوت وتقشف. اسمعوا. شكرا. كلمة أخيرة. أخيرة، وهل في المسرح أخيرة؟ ليس هناك كلمة يا سيماتي. قالوا علي قلبت الفيستا. أنا نرمي الفيستا. اسرقوها لي شخصتها ويسرقوها. اسمحي لي الريحة. ليس هناك كلمة أخيرة في المسرح يا شوقي، لأن المسرح لا ينتهي، وأنا المسرح وبريخت مات. بالصح، ما زال الفنانين، ويحيى الفن، ويحيى المسرح. كمال عبدات لا تسندي كمال، ويحيى كمال مرام. شكرا عبدات، تلقوا بكم بعد نظيم لكم في هذا. والله يرجي ما تعرف شهر وحرف نلقاكم بعد الفيستا راهي مليحة. جو راسيور لا فامي كاع الفيستا ما بيها والو، ما دراهم ما كاش، دونك ما تخافيش نتلاقاو بعد الفصل. الله جاي. بغيتك ما بغيتينيش عمري، حبيتك ما حبيتينيش اتاني، ما حبيتينيش اتاني. هلو كان هكذا زعيتك، وهمان في لبسيلك، وهذي عشرة الاف في خطر لحبيبك عيتك، وهي زوج الاف في خطر نسر بلادك.